خلاص مش جاي يا تلاش بس بقى عيب. يلا اشوفك بالليل ان شاء الله حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. الو مستر حسني. ايوه مستر احمد. الجمبري لسه ما جاش. ايه الجمبري لسه ما وصلش؟ ايوه لسه ما وصلش. طب ما تشوف جايز بيلبس او عند الكوافير. يا مستر حسني وانا مالي، كلم امي قول لها. أوكي بس بقول وحياتك بقول لها الخبر كده بالتدريج لحسن تتخض ولا حاجه. الف مبروك يا مستر احمد. ماشي يا مستر حسني ماشي. اسود اهرب 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 اهرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت هتروح فين؟ أنت هتمشي وتسيبه؟ إذا كان اللي خبطه ساوي يا معلم. أنا بقول لك انزل. طب اقفل الباب لو سمحت. حرام عليك تعرف كده؟ خلاص واربه 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 لو متضايق واربه. واربه طب انزل بقى. بقول لك انزل. العربية جامدة أوي كده ليه؟ أنا شايفك وقصدام عربيتك راشع في كليته. أنا إذا كان أنا شايفك وأنت بتتكلم في الموبايل يبقى أكيد كنت بتكلم بنات. لا لا بنات إيه يا عم، ده مستر حسني بتاع الجمبري. أصل أنا فرحان معاه. جمبري إيه وحسني إيه؟ الكلام ده مش رافع معاك. عايز تعرف يا جماعة؟ شيلوا إيديكم نار حطوا في العربية. يا عم عربيتي إيه اللي هتحطوا فيها؟ اسمع بس يا نهار أسود يا جماعة، مش أنا اللي خبطتوا، هتحطوا في عربية إيه بس؟ طب حطوا في العربية اللي جنبي. إيه عربية تانية إيه؟ يا نهار أسود عليهم دي مستشفى. نعم إيه؟ إيه؟ دي مستشفى. أمال أنا هوديه الملاهي. اتفضل يا حاضر. أنت مالك أنت؟ يا رب يا أستاذ. اتفضل واحد من بني آدم. طب أنت مالك؟ ما عارف بني آدم. يلا يا استاذ الراجل هيموت منك. يلا يلا اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اخويا حاضر. لا التفتفه دي مش ممكن تفتفه. بصوا كده بيتفتف على التابلو ازاي كده يرضيكوا كده يعني. تعام تفتف عليا انا، تفتف عليا انا، بلاش التابلو. لازم حد يمضي عشان يبقى مسؤول عن الحاله ونقدر نبص عليها. اللي خبطه يمضي. هو ده امضي يا مدحت. مدحت يا عم انا مش مدحت وما خبطتوش وما بمضيش. امضي وما تبقاش جبان. جبان عرفت منين؟ امضي يا مدحت وما تخافش يا سيدي. انا مش مدحت والمصحف الشريف. انا لو مدحت حمضي، انا ما خبطتوش، انا مالي ميموت. ايه الحاله؟ ماتت الحمد لله. مفيش نحو ولا احساس. الرجوله اتشرد من جتتك. الراجل مرمي في الشارع بتسيبه تجري، وفي المستشفى مش عايز تمضيله. منك لله يا اخي، الراجل ده ذنبه في رقبتك. اوكي انا ما عنديش مشاكل. اعتبر نفسك مكانه يا اخي، وبتدور على حد يمضيلك. بعد الشر عليا يا فندم. وبعدين انا لا احب امضي لحد ولا حد يمضي لي، ولا ابصم على حد ولا حد يبصم عليا. وبعدين انا مش فاهم انتوا يعني مكبرين الموضوع ليه كده؟ بس واحد مات يعني. وبعدين عايزين ان مفيش الم في المستشفى. عايزين مش هقعد عايزين على ودانك. مش دي اللي قصدها، على ودان حضرتك يعني. عايزين ازف يعني. ازف ومش ازف اللي هي ازف. لا طبال يلا. لا انا بورساجي. انت حظك حلو، لو كنا ما مسكناش الراجل اللي خبطه كان زمانك دلوقتي مربوط هنا. ماشي وعايز افهمك حاجه. اتفضل يا باشا. انا عايزك تمشي على مهلك وتربط الحزام. حاضر. وبلاش بقى ان السون بيتكلمها على الموبايل وانت ماشي بالعربيه، فاهم ولا لا؟ حاضر. يلا اطلع بره عشان اكمل المحضر. طب سؤال بس اخير، بالنسبه للبنزين يعني احط 92 ولا 32؟ بره. الاهلي والزمالك. اول انطلاقه روعه للزمالك تهاجمين، عرضيه جميله من عبرات الحارس. إيه يطلع شادي محمد. برافو يا شادي. ايه ده جميله لابو تريكه. ايه ده ماهر. ايه ده ما تردي. ايه ده لا لو سمحت. ايه ده ده كلبش ده الكلبش. هو ده الكلبش. لا 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 واسم البرنسي هيفرق يعني في الاجر؟ تعرف يا باشا البرنسي اسمه احمد يا سيدي. احمد. الله اسم حلو يا باشا. لا وجديد احمد، حس ان هو ابو حميد. ما شاء الله يا باشا جديد. ده مصر كلها اسمها احمد وانا بقول لك مايكل. لا حلو يا باشا. ايه ده؟ وده ميت ولا مولود كده؟ ده عيب خلق يا باشا.
طب يا اسطى بالنسبه للسجاير دي يعني لو انت مستغني عن عمرك انا مش مستغني. طلع راسك من الشباك الدخان ما يجيش عليك. وانا راكب بلكونه طلع راسك. طلع راسك من الشباك يا باشا. استغفر الله العظيم. انت تعرف ان السيجاره الواحده دي بتاثر عمر البني ادم 7 ساعات؟ كده 7 وربع، كده 7 ونص، كده هتتاخر على ميعادك. وكده ايوه كده. ادريكسيوني 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 ادي برياجي ادي برياجي ادي برياجي. والاغنيه الغامه دي بقى تاثر العمر 7 سنين. يا عم يا ريت يطير كله بدل الهم اللي عايشين فيه ده. هيقعد يكذب بقى ويحكي لي في مقاسي عشان ما فصلوش في الاجره. الواحد بيصحى الصبح يتكت على الدريكسيون بال 20 ساعه. وريت مكانك في العربيه. غير بقى ابني اتولد ابن 7 ومرمي في الحضانه. كذاب قوي. عيل ابن كلب. مين اللي ابن كلب ده يا باشا؟ هو ابن كلب. هو الواد ابن كلب انما انت عادي مش كلب. هو ابن كلب. الواحد مش عارف تجيب منين ولا منين بس يا باشا. تجيب منين يعني؟ مننا. ما هي ناس بتمص في دم ناس. فرح بقى بنزين 80. يا برنس الليالي يا رمانة الميزان يا هفض فندر قلبي فينك من زمان. ياه ابنك بقى ابن 9 دلوقتي. كان حبك بالمجان دلوقتي بقيت ألماني يعني الدنيا تبعاني. خدت بالك يا عم كريم؟ وطلعنا بقى ايه من على المستشفى على الاسم كأنهم كانوا عايزين مثلا يلبسوني الحكاية كلها. يا نهار أزرق معلش حصل خير. اللي قولي صحيح يا ابو حميد انت هتتجوز ازاي وتصبعك متعور كده اصلا؟ وصبعي ماله مال الجواز يا ما تخليش اشتمك. وماله مال الجواز ازاي؟ مش هتعملها كده اهو. متجوز قطه استكناوه باستكناوه. كل كل انا بص عايزك بقى تديها على الاخر. ها في جمبري وسمك وصبيت وكابوريا الليله ليله الفسفور يا معلم. عايزك تنور. اراه انك عازمني على اكله السمك دي عشان تكلمني على البت الزباله بتاعت النت بتاعتك. صحيح يا ابو حميد فاكر موضوع البنت بتاعت النت اللي انا بكلمك عليه بقالي فتره؟ يا كريم انا قلت لك 100 مره البنات بتوع النت دول بيبقوا نظام شقق. لا 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 وحياه ربنا خالص خالص دي مش نظام شقق خالص. ايه نظام فيلل يعني؟ لا لا ولا فيلل هي ممكن تدي على عيشه مثلا او حاجه زي كده. ايه يا ابو حميد في ايه؟ دي مؤدبه جدا. مؤدبه وجدا كمان والله انت اللي غلبان مولع. كمل وبعدين. مفيش عايز انا اقابل اهلها وافتحهم في موضوعنا. دي تلبيسه طبعا. حاسب وهتلاقيها رشه دواخر واهلها عايزين يلبسوها لك. يعني بنت زباله واهلها رمة اصلا. كل 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 بقى شهبه. الليله دي سيبنا اقول واحب. ايه في ايه؟ في ايه مساء الخير؟ ايه بيانو 3 دقايق ولا ايه؟ بابا كان تعبان شوي. دلوقتي؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ما اقصدش يعني اصلا عشان الفرح وكده. طب ايه بابا بقيت كويس يا حبيبي؟ الف سلامه عليك بقيت كويس؟ الحمد لله. طيب ما هو بيقول لك الحمد لله اهو. يلا بابا قوم. يلا 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 يلا. وانسى كل الدنيا دي وغمض عليك. هو انت على طول كده ما عندكش اي احساس بالمسؤوليه؟ شايف ابوك تعبان وانت ولا همك؟ ما هو بقى كويس مش انا سالته قدامك وقال بقيت كويس خلاص. ايه بس هكبري الموضوع ليه بس يا ماما؟ وبعدين الساعه كام معاكي؟ الساعه 6. 6؟ طب وانتوا ايه اللي ملبسكم بدري قوي كده؟ لسه بدري وهتلاقيه تعب اصلا عشان لبس بدري على فكره. ما بدام انت شايف بدري قوي ما تروح تجيب اختك من عند الكوافير. لا ده احنا متاخرين جدا. ده احنا متاخرين جدا. بقول لك ايه ولا تيجي بتاكسي. انا اصلي رايح مكان كده ايه مريم قالت لي عليه اروح كده اروش نفسي فيه. اسبقوا انتوا وانا هحصلكوا براحتي ماشي. يلا باي باي. الو وصلت يا احمد؟ ايوه يا مريم انا وصلت. اه صراحه ما كنتش اعرف انك تعرفي اماكن نظيفه كده. لا لسه ما سالتش عليه. بقولك لسه واصل. انت قلتي لي هو اسمه ايه؟ اسمه سعيد. سعيد طب ثانيه واحده خليكي معايا هسال عليه. ثانيه واحده حاضر خليكي معايا. مساء الخير. مساء النور. سعيد افندم. انا سعيد ان انا شفتك يعني. في حد هنا عندكم بيشتغل اسمه سعيد؟ سعيد يا فندم موجود جوه. اوكي هاي مريم لقيتها. قصدي لقيته. سلام انت دلوقتي. سلام. امال انت اسمك ايه؟ اسماء. ايوه يعني مفيش اسم محدد؟ لا انا اسمي اسماء. اسمك اسماء. كذا اسم. سعيد هنا ولا ايه؟ هنا. شيك قوي البرمز ده. شيك البرمز ده ممكن الواحد يحضر بيه الفرح والله. او ان
يسرقوا بقى.